حياكم الله أينما كنتم وأهلا بكم في مشوار برنامج متداول لهذه الحلقة. وفي هذا اليوم سنتابع سوية أهم وآخر فيديوهات التي أفرزت كما كبيرا من المشاهدات والمتابعة والتعليقات والتي أحدثت ضجة ورواجا على منصات التواصل الاجتماعي. سنبدأ بعناوين تلك الفيديوهات. اللاعب علي جاسم يصل إلى إيطاليا للالتحاق بناديه الجديد. أعدموهم بالرصاص، مقتلوا 6 أشخاص من عائلة واحدة في سامراء. الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما بكربلاء وينقذ 70 زائرا. وصل إلى إيطاليا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء لاعب المنتخب الوطني العراقي علي جاسم للالتحاق بفريقه كومو. وكان الدولي علي جاسم قد حصل على تأشيرة الدخول للأراضي الإيطالية وعلى إقامة العمل أخيرا بعد فترة طويلة من الانتظار، وذلك بعد التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية العراقية والسفارة الإيطالية ببغداد. ويتطلع علي جاسم لاعب المنتخب العراقي بشغف إلى الالتحاق بفريقه الجديد كومو الإيطالي خلال الأيام القلائل المقبلة بعد تأخره لأسباب إدارية. أظهر مقطع فيديو وصول علي جاسم واستقباله بسيارة VIP سوداء، ووعد بأن يقدم مستوى جيدا يليق بالعراقي والمنتخب العراقي. نصف الليل 21 أغسطس 2024، وصول الكابتن علي جاسم الإيطالية. نورتنا، طالت غيبتك إن شاء الله، يعني هذه تكون فاتحة خير. شيء الحمد لله على سلامتك التجانة غير محمد. الله يسلمك. أكيد يعني إن شاء الله بداية كوم الإيطالي وقدم في معادي من أجل النادي وإن شاء الله من أجل المنتخب العراقي. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك وتشرفنا دائما حبيب على راسك. يلا كابتن علي جاسم يغادر إلى مدينة كومو. تعقد نادي كومو الصعد إلى دور الدرجة الأولى الإيطالي مع الجناح العراقي بعقد يستمر لمدة 3 سنوات، لكنه لم يلتحق بالفريق بسبب عدم إنجاز أوراق الإقامة الرسمية له في إيطاليا وعدم حصوله على تأشيرة دخول أيضا. اللاعب علي جاسم سيلتحق بفريق كومو نهاية هذا الأسبوع وفق ما أكدت له إدارة النادي الإيطالي، إذ أبلغت اللاعب بأنها بصدد إنهاء إقامة العمل الخاصة باللاعب في إيطاليا والتي استغرقت أكثر من 15 يوما. وأوضح الجهاز التدريبي لنادي كومو بأنه يتواصل بشكل يومي مع الدولي العراقي علي جاسم وتبليغه بطبيعة التدريبات البدنية التي يجب أن يؤديها قبل الالتحاق. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت بخصوص انتقال ووصول علي جاسم أخيرا إلى ناديه الجديد بإيطاليا كانت كالتالي. نبدأ من ريو كول. ماذا يقول ريو كول في تعليقه؟ لا استقبال ولا واحد جاي من النادي، دازين سايق تاكسي، بلشت الاحترامات. هناك أيضا تعليق من علي نهاد، بالصدر اللي قدام والجنطة بحضنة يذكرني من شنت أروح للقسم الداخلي، حاير بغراضي، يا حظي سيارة شكبرها VIP كلها إلك، ليش الجنطة بحضنك؟ تعليق من أبو سجاد الشمري ماذا قال؟ إن شاء الله محطة خير وفال خير عليك أبو حسين، بعون الله تتوفق بهذه المرحلة. مصطفى أنصاري علاوي حبيبي، مو يومين وترجع تقول اشتاقيت لأمي، نريدك ترفع راسنا حبيبي، الله يوفقك، ما نريد تكرر نفس سالفة النادي التركي. هناك تعليق من ثائر، هنا ثائر يقول لنا ولكم في تعليقه: إن شاء الله موفق بإذن الله، بطل كابتن علي جاسم، رفعت راس العراق العظيم. تعليق من موفق أحمد، ماذا قال موفق أحمد؟ هنا سيظهر تعليق موفق أحمد على الشاشة. قد جاء موفق بتعليقه: المفروض إدارة النادي يبدون اهتمام أكثر باللاعب اللي جايهم، على الأقل ممثل عن النادي يكون
موجود واستقبال بباقة ورد، يعني سوالف أتكيتوا كذا وأضحى الشغلة من البداية النادي عديم خبرة. مجزرة العباسية تثير الرأي العام في العراق، ومنصات التواصل الاجتماعي تتوشح بالسواد حزنا على هذه الواقعة الأليمة. مسلحون بزي عسكري يقتحمون منزلا في منطقة العباسية شمالي سامراء، قتلوا 6 أشخاص من عائلة واحدة رميا بالرصاص. المجرمون لم يكتفوا باقتحام المنزل وسفك دماء أهله في أثناء نومهم، بل أحرقوا جزءا من المنزل لإخفاء آثار جريمتهم، ثم لاذوا بالفرار. فأي بشاعة هذه؟ ومن المتورط والمسؤول عن ارتكاب هكذا جريمة؟ وكيف دخلوا إلى الدار وخرجوا منه بأمان وهربوا دون أن يشعر بهم أحد؟ لا كاميرات ولا عناصر أمنية رصدتهم، ثم حدث ما حدث. مراسلنا براء كنعان توجه لمسرح الجريمة ووفانا ببعض المشاهد من داخل منزل الضحايا والتفاصيل. نحن الآن على مشارف أو مدخل منطقة العباسية اللي حدث بها الحادث مساء ليلة أمس. تم قتل 6 أفراد من عائلة المختار اللي تم قتله قبل 4 سنوات في هذه المنطقة. هذه العائلة قتل منها 5 أفراد قبل 4 سنوات، واليوم تم قتل 6 أفراد من هذه العائلة، هي ابن المختار وأطفاله وأيضا زوجته وإحدى بناته. إلى حد هذه اللحظة تم منعنا من الدخول إلى منطقة العباسية من قبل السيطرة اللي موجودة على مدخل العباسية. نحن الآن بانتظار الموافقات الأمنية للدخول إلى هذه المنطقة والاطلاع على هذا الحادث. التحقيق إلى حد الآن الأجهزة الأمنية متواجدة داخل مكان الحادث داخل المنطقة لإجراء التحقيق في هذه الحادثة، وإلى حد هذه اللحظة لم تصدر أي معلومات خاصة من الأجهزة الأمنية اللي متواجدة داخل المنطقة. المغدورون هم من عائلة المختار جمال علي المخلف العباسي، الذي سبق أن قتل هو الآخر منذ سنوات مع عائلة مكونة من 5 أفراد. اليوم بسيناريو مشابه نوعا ما قتلت بقية أفراد العائلة بدم بارد، وهم كل من ابن المختار وزوجته وأبنائهم، ومن بينهم طفل رضيع. جيران العائلة المغدورة طالبوا بالتحقيق العاجل لوقف نزيف الدم وكشف الجنات وإعادة الأمان إلى المنطقة. حدث قتل صار عند جيارنا، احنا تقريبا 300 متر بعد، ما سمعنا لحد الصبح القتل، يعني حادث وهاي سابقا قبل 3 سنوات نفس الحاله نفس البيت. شو تطالبون اليوم؟ والله القوات الامنيه نفسها الماسك الارض يزودوها بس فقط. شكرا جزيلا. خبر الم قلوبنا جميعا والم مناطق اطراف سامراء لحادث هز مشاعر جميع مناطق واطراف مدينه سامراء. الحادث هو استشهاد 6 أشخاص وفي ظروف غامضة. طلبنا ومطلبنا كأبناء هذه المناطق أن يكون هنالك تحقيق عاجل وتحديد الجهة المقصرة، وفي نفس الوقت حقيقة هذه المناطق آمنة مستقرة، كان لها موقف باتجاه العصابات الإرهابية في عام 2014. أمن الكبير بوزير الداخلية والأخ قائد العمليات اللي موجود والقطاعات الأمنية أن يكون هنالك حل لبيان من هم الجنات اللي قد فعلوا هذا الأمر. في نفس الوقت رسالتنا لحكومة بغداد ورسالتنا لحكومة المحافظة، هذه المناطق كان لها دور كبير في صد الأرهاب في عام 2014، على الدولة أن تقف مع هذه المناطق لحد. وزير الداخلية سيد عبد الأمير الشمري أعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات مقتل أسرة بالكامل.
لا يزال التحقيق جاريا، والقوات الأمنية تطوق موقع الحادث بالكامل بحثا عن منفذي هذه الجريمة. كيف علق الناشطون على ما حصل؟ لنقرأ لكم بعضا من ردود الأفعال. نبدأ من رقية السامرائي. ماذا قالت رقية في تعليقها؟ تقول رقية: لكي تبقى سامراء غير آمنة، كل عام جريمة تشهدها العباسية. من أين دخلوا وكيف خرجوا وأين الكاميرات؟ يجي المقتول بقاتلة يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني، فوضنا أمرنا لك يا الله، رحم الله شهداء العباسية. أيضا هنا تعليق من زياد: العائلة التي قتلت في منطقة العباسية بسامراء هي عائلة المختار جمال علي المخلف العباسي. إذا البلد تحكمه ألف جهة طبعا تصير فوضى، هسه شنو ذنبهم ذول اللي ماتوا ومنو ياخذ حقهم؟ عبد الله النجار يقول في تعليق كتبه حول هذه الجريمة: ما حدث اليوم في سامراء ليس جريمة عادية، جريمة لم نسمع بمثلها إلا على يد اليهود. تم نحرهم جميعا وهم نيام، وقطعت أوصالهم وحرقت جثثهم. بعدها المنطقة فيها 5000 تشكيل أمني والمجرمون لاذوا بالفرار. تعليق من الحي مشهاب: المغدورون بهذه المذبحة ضيفوهم على 600 شخص مغيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. سامراء وأطرافها حيال تأذت، والمسؤولين ما دفعوا على أهلهم. لا للأسف، هاي كل سنة حادثة بهالمنطقة والمجرم ما حد يعرفه. تعليق من أبو نسر يقول: لا تضيع قطرة دم عند الله، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، هذا وعد من الله مو من جيبي. شي خلصك يا الكاتل، عندك نفوذ ومسيطر، هاي السنين راح تخضع للحكم الله، وانتظر وشوف. أحمد الزرفي يقول: ذولي ضحايا سياسيين، قبل الانتخابات تبدي الأفلام، والمتهم الأول والأخير ابن الخايبة اللي لا ناقة له ولا جمل بالوضعية. ستستمر هذه المجازر خصوصا المناطق الخاضعة لسيطرة أمنيا. نيران مخيفة في كربلاء تتسبب في كر وفر وصراخ وذعر بين الأهالي والزوار، وفرق الدفاع المدني والشرطة تستنفر. فما الذي حدث؟ منذ ساعات الصباح الأولى اندلع حريق هائل داخل بناية مكونة من 7 طوابق استخدمت كحسينية لخدمة الزائرين في المحافظة. الحريق نشب في الطابق الثاني المخصص كمطبخ ومطعم داخل المبنى، ليمتد وينتشر ويحاصر الزائرين من جنسيات مختلفة. ما تسبب الأمر؟ بوقوع حالات اختناق جراء استنشاق الدخان. عناصر الدفاع المدني تلقت بلاغا بالواقعة وتوجهت إلى البناية لإنقاذ الزوار وإخماد الحريق، وهذا ما حدث. دون تسجيل أي خسائر بشرية، تمت عملية الإنقاذ والإطفاء، وفرق الدفاع المدني
عملت على تأمين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في المحافظة. أنهت أعمال الإخماد والتبريد والخسائر والأضرار كانت مادية فقط. أما أسباب اندلاع الحريق فما تزال مجهولة حتى الآن. الدفاع المدني طالب بفتح تحقيق عاجل بالحادثة واستدعى خبراء في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بداخل بناية الحسينية. ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي كتبت تعقيبا حول ما جرى وكيفية إنقاذ هؤلاء الضحايا من النار، طبعا هذا هو بيان مديرية الدفاع المدني العامة الرسمي، وجاء فيه بقيادة ميدانية مباشرة من اللواء محسن كاظم. الدفاع المدني تنقذ 70 زائرا في كربلاء دون خسائر بشرية، وإلى آخر ما جاء من بيان رسمي على الحساب الخاص بمديرية الدفاع المدني. التعليق الأول من كرار يقول: كرار آل ياسر، دفع الله ما كان أعظم، الحمد لله على سلامة زائري الإمام الحسين عليه السلام، وبارك الله بجهودكم المباركة. هناك أيضا تعليق ومداخلة من عطر الورد: زوار رجاء ارجعوا كملوا زيارة يومين ورجعوا، الوضع مو زين، كهرباء ماكو، ازدحام، حوادث بالجملة، من فتحتوا الحدود وما حسبتوا حساب الكهرباء وإجراءات السلامة، يمو خطية الزوار دا تموت. تعليق من عباس يقول: الله يبارك بجهودكم أبطال الدفاع المدني، المفروض اللي يزور يرجع حتى يفسح مجال لغيره من الزوار، والله يتقبل منكم الزيارة. تعليق من علي الثرواني: فوضى واستهتار بأرواح الناس، كل من عنده كم فلس سوى حسينية بدون إجراءات سلام وسلالم وطوارئ. أم نغم قالت: حمد لله على سلامة زوارنا الأكارم، وحمد لله على سلامتكم الخاطر، الله انتبهوا على أرواحكم من هيك حوادث، وعاشت جهودكم أبطال الدفاع المدني. غريسو رجل الإطفاء، هذا مو أفلام كارتون؟ نعم. يقول غريسو رجل الإطفاء: بارك الله بكم وبسيادة السيد العام وفريق البحث والإنقاذ العراقي بقيادة العميد عباس خضير حسين وسيادة المقدم أحمد وليد، وبارك الله بجهود المنتسبين الأبطال، وفقكم الله. إذن بعد حادث الحريق سنذهب إلى مجموعة من الأحداث والقصص المتداولة والرائجة أيضا على منصات التواصل، ونبدأ بالعناوين أولا. عبر الانستغرام: ابتزاز فتاة وعائلتها تستنجد. ظهور 7 شموس في سماء الصين في حادثة غريبة. الرئيس الروسي بوتين يقبل المصحف والانتقادات تطالع. هددوها بنشر صورها وفضحها وخيروها بشرطين أحلاهما مر، قائلين: يا تهربين من منزل عائلتك وتجين يمنى هسة، يا تلقين صورك منتشرة بكل السوشيال ميديا وتواصل للأهلك، وبعد أنت وقرارك. تهديد واستدراج ومساومة وابتزاز تعرضت له فتاة قاصة بعمر 12 عاما ببغداد عن طريق إنستغرام، ودخولها في جروبات تعارف بحثا عن أصدقاء وصديقات لها. للأسف هنا كانت الطامة. الطفلة منحتهم ثقة عمياء، أرسلت صورها الخاصة، أخبرتهم بتفاصيل حياتها غير مدركة تماما أنها ترتكب خطأ فادحا وستجلب لنفسها ولعائلتها مصيبة كبرى هم في غنى عنها، يعني الفاس وقع بالرأس. بعد ذو الطفلة توجهوا إلى قيادة شرطة الكرخ، وهذا ما قالوه: بتي تتواصل ويا بنية بنتك عمرها 12 سنة؟ اي نعم. يطبون ويا البنات جروبات، شو مسوين؟ ماخذ صور من بنتي 12 سنة؟ 12 سنة ومخوفيها، قال إذا ما تجين لو تطلنا فلوس لو نمسحن قدامك، يعني نوصل السالفة لأهلك. هاي حكي بنتي. نعم. وأكو محادثات وتسجيل كله سويناها، قرص موجود كل شيء.
زين شلون بنتك تعرفت عليها؟ على التليفون ما يعني اعرف بمنطقه انت وحده لو ابد ابد ولا نعرف وين ساكنه حي البساتين اول ما رايحه مودينها بحي البساتين نعم من حي البساتين ايش قالت لها هاي صديقتها قالت لها روحي ويا بنت خالي وراجلها وهذا الولد اللي اجاهم ويا السياره قالت هسه انا بس اسبح وارتاح والحقكم نتعلل هناك بنتي ما تعرف تقول ماما اني جيت على مود يعني نتفاهم تمسح الصور اي من رايحه هناك بنتي داق عليها قالت ايش وقت تجين قالت لها والله بس اتاني بابا يجيبنا ونرجع لياكم تقول انا اول ما سيلون على الجنسيه قلت لهم ما عندي تقول فتشوني لقوا عندي الجنسيه زين بنتك 12 سنه ما قدرتوا تتابعوها نتابعها وحتى مرات اخذ من عندها التليفون بس تمسح هذا البرنامج ما تقبل انا يعني انا ما اقبل الصادق بنات منا ومنا اذا حتى خط ما بي ما بي لا خط ولا خط لا واتساب لا اي برنامج بس هذا الانستغرام وتسوي واحنا من ندري بيه تمسحها عمنا وقطين تليفون تمسحها من احنا ماكو يعني تراجعها السيده هاي بلي الفرونه بغداد كراده المنصور ما خلينا مكان إيه آخر شيء قالوا لي تعال هاي على طريق السليمانية ديالة بالخالص قضلت بنتش خارج البيت من الخمسة العصر الثاني يوم بالخمسة الصبح يعني نقول لقيناها بالطريق ده نمشي هيك بالتسعة تقريبا هيك عجزت بالتسعة احنا جايبيها سيدي الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال وعدم متابعة الأهل موضوع ملف مهم طبعا هذا الموضوع جدا خطر واحنا سبق وان تكلمنا بهذا الموضوع ونرجع ونعيد النهيب بعوائلنا الكريمة الانتباه على الأطفال وعلى المراهقين بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة متابعتهم وخلي يكون يعني كل عائلة تنتبه على أطفالها حتى ذا موضوع نوبات يستخدمون الموبايلات للألعاب خلي يحددونهم بوقت محدد وبإشراف ولي الأمر وإحنا إن شاء الله هذا الموضوع راح نتبناه شخصيا وبالتعاون مع السلطة القضائية ونلقي القبض على جميع الناس اللي مشتركة بهاي الجهة حسنت لقيت القبض عليهم ايش كم واحد هم سيد جابوا النجدة مو بيت اتصالات البيت تدلنا على بنتنا فمن خلال النجدة يعني شو سووا كيف سووا النجدة نعم النجدة بنت الاثنين نعم اللي سلمتهم ابو البيت والولد الوسيط اللي كان الاستخدام السيء لمنصات التواصل الاجتماعي عدم متابعة الأهل لأولادهم بشكل جيد يولد هكذا نتائج كارثية الطفلة خضعت لمبتزيها تركت منزل عائلتها ذهبت إلى أصدقاء السوء على أمل إقناعهم بحذف صورها لكنهم خدعوها أيضا صاحبوها لمناطق كثيرة داخل بغداد خارجها أيضا ثم تركوها على قارعة الطريق وحيدة بعد معرفة عائلة تلك الفتاة بالأمر ثم هربوا طبعا قواتنا الأمنية اعتقلت اثنين من أفراد العصابة تكفل قائد الشرطة اللواء الحقوقي مشتاق الحميري بمتابعة الموضوع بنفسه أوصى العراقيين بضرورة الحذر ومراقبة أطفالهم كما من ردود الأفعال أيضا هناك جاءت حول قصة هذه الفتاة القاصر وكيف وقعت ضحية للنصب والاحتيال والابتزاز نبدأ التعليق الأول من مهند يقول في تعليقه أو محمد أكبر خطأ يرتكبه رب الأسرة إعطاء الموبايل بيد البنت بهذا العمر وعدم مراقبة ومحاسبة الأولاد ينتج عنه أو ينتج عنه تسيب أخلاقي أوف من التليفون إش قد نزل روس والله بعض العراقيين جهل أموم التليفون هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر هذا التعليق سيأتي من 12 سنة من علي هذا التعليق 12 سنة وين كنت عنها تصعد جروبات وتصادق بنات ما تعرفوهم وين المتابعة صدام حسين مو عايل من ما يخلي التليفونات والستلايتات بوقتها البلية كلها من التليفون تعليق آخر أطر الياسمين تقول لعد إحنا مو ربينا أولاد وعندي بنية هسة طالبة هندسة لحد ما دخلت كلية جبنا لها موبايل وشريحة شنو 12 سنة تتصرف هاي التصرفات وما تقبل تمسح برامج صدق تحكين خطيتها برقبتك انت الام
هناك تعليق من الأم العبيدية، الكل يلوم الأم لكن أكو شيء ما تعرفوه، جيلها الوقت صلف، لا متابعة أم ولا إهمال، ما ينقدر لهم. وأنا على تماس مع هذه الفئات، إحدى الأمهات تتصل وتقول ما أقدر لها، تربية هذا الوقت كلش صعبة. تعليق آخر من وردة أربيل، ساعة السودة من يوم اللي طلع الموبايل والنت، والله من دخل العراق مع الأسف أكثر الناس فسدت الخاطر، الله يراقبوا بناتكم، هواية بيوت انهجمت من وراء الموبايل. تعليق من أبو عمار البيضاني، عمي وين راح نوصل؟ هذا العراق بلد الأئمة والأنبياء والعتبات، وين صايرة بنية طفلة جروبات وتليفونات وهي مراهقة؟ والله السبب أنت، لو أكو مراقبة وأكو توجيه ما وصلنا للي وصلنا. محمد فؤاد قدامه بيشتمه. الفنان المصري محمد فؤاد يتصدر ترند منصات التواصل في مصر بعد مرافقته أخاه الأكبر عبد العزيز الذي كان مصابا بأزمة قلبية إلى مستشفى عين شمس التخصصي برفقة مدير أعماله طارق العتر ونجل شقيقه إبراهيم فؤاد، إذ وجه فؤاد انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الطبيب معه وإهماله لحالة شقيقه الحرجة، رغم سؤاله الطبيب عن الإجراء والعملية التي سيخضع لها أخوه، ولكن لم يتلقى ردا من الطبيب حتى انفجر محمد فؤاد وسط حالة غضب اندلعت على إثرها مشاجرة عنيفة بين الفنان محمد فؤاد والطبيب، وظهر فؤاد في حالة من الغضب الشديد والانهيار العصبي. ده خطر، ده خطر، ده خطر على المنور، ده خطر، انت بتصور، انت خطر، ده خطر على المرضى. يلا يا محمد، يلا يا محمد، يلا اخويا هو جاي بجلطه، وده مش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا، قليل الادب. محمد فؤاد قدامه بيشتمه، لازم اعرف اسمه ايه، لازم اعرف مين ده. والله العظيم خرج الفنان محمد فؤاد من هذه المستشفى مسرعا برفقة شقيقه متوجها إلى مستشفى المبرة بمنطقة مصر القديمة لإنقاذ وإجراء العملية، لكنه فوجئ بتحرير الطبيب محضرا ضده بأحد أقسام الشرطة. أما الرأي العام فقد انقسم ما بين مدافع لمحمد فؤاد ومنتقد لتصرف الأطباء مع المرضى ومرافقيهم بفوقية وتعالٍ، في حين الفريق الآخر هاجم محمد فؤاد وطريقة تعامله وتهديده للطبيب. هناك فيديوهات كثيرة سجلت الآراء المختلفة حول الموقف الذي تعرض له محمد فؤاد والخلاف الذي حدث مع الطبيب. هذا الفيديو الذي سنشاهده للإعلام المصري أسامة جاويش انتقد فيه محمد فؤاد بشدة وقال: الفنان المصري المطرب محمد فؤاد كان في مستشفى عين شمس التخصصي النهاردة، معرفش بيعمل ايه، يعني هو اصيب بالعصب السابع من فترة، يمكن كان بيتعالج، يمكن مع حد، مش باين يعني سبب ان هو كان موجود في مستشفى عين شمس التخصصي، بس اللي باين الحقيقة هو حالة من قلة الأدب والبلطجة وقلة القيمة والشتيمة ومد الإيد وإهانته لواحد من الدكاترة، وإنه بيقول له أنا مش عارف، أنت مش عارف أنا مين، مش عارف أنا بقى مين، والموضوع ده مش هيعدي، أنا لازم أعرف مين ده على الدكتور يعني، وسب دين وشتيمة وقلة أدب وضرب الدكتور وحاجات غريبة كده. بغض النظر عن شكله والسبب والتعب اللي عنده ربنا يشفيه والكلام ده كله، بس انا مش فاهم ايه كونسبت انت مش عارف انا مين. انت مين يا محمد فؤاد؟ انت مواطن مصري بتغني يعني، حيا الله واحد مطبلاتي بيطبل للمنظومة، لما الكهرباء تقطع يطلع يقول الناس لازم تستحمله، في كل مناسبة عسكرية يطلع يتكلم عن اخو الشهيد ويقول للرئيس انه انا اخويا مش عارف انا عيط شوية، يعني انت مين؟ معلش انت مين يعني؟ انت ايه فايدتك للمجتمع المصري اكتر من الدكتور مثلا؟ الدكتور بيعالج الناس، انت بتعمل ايه بقى؟ معقول؟ لا مش معقول. الحب الحقيقي، كلام الجميل، اوكي صوتك حلو، كنا بنسمعك واحنا في ثانوي، كنا بنبسط يعني باغانيك والكلام ده كله، تمام خلاص. بس معلش انا ايه فكره انا مين؟ انت مين يا محمد فؤاد ان انت تمد ايدك على حد؟
انت مين يا محمد يا فؤاد ان انت تضرب دكتور؟ انت مين يا محمد يا فؤاد ان انت تسب الدين لدكتور؟ انت مين يا محمد يا فؤاد ان انت تشتم دكتور او تعتدي عليه؟ انت مين يا بابا؟ هتكلم مين؟ هتكلم عمو اللواء صاحبك؟ هتكلم الرئيس صاحبك؟ هتكلم رئيس الوزراء؟ يا جماعه المسخره دي، انت مين يا حبيبي؟ انت تدخل المستشفى تعامل باحترامك بادبك، التمريض يشوف انت عايز ايه، الدكتور يشوف انت عايز ايه، انما قصه انا مين انت مش عارف، انت ولا حاجه، انت واحد قليل الادب. انا اسف يعني المشهد اللي حصل ده، انا اتمنى انه ما يعديش والدكتور ما يتصالحش، اتمنى ان الدكتور ده يقدم فيك بلاغ في النيابه العامه. ردود الافعال والتعليقات والاراء حول قصة محمد فؤاد والجدل الذي أثاره بخلافه مع الطبيب بداخل مستشفى عين شمس كانت كالتالي، نذهب إليها مباشرة. نبدأ مع تعليق كتبه الناظر. ماذا قال الناظر في تعليقه؟ لما واحد زي محمد فؤاد يضرب دكتور في مستشفى عين شمس ويقول له أنت مش عارف أنا مين؟ أنت مين حتى تمغني؟ أهله فشلوا في تعليمه ملكش أي لازمة، الدكتور أهله علموه وطفح الدم عليه وله رسالة في المجتمع. الأهلوية إيمي تقول أنا مش مع اللي عمله محمد فؤاد، بس فعلا بحكم تدريبي داخل المستشفيات في تقصير شديد وخصوصا مع ناس غلابة، فما بالك بقى أن ده محمد فؤاد وهتبقى تريند. إذن أنا أقرأ باللهجة المصرية، شفتوني وأنا بقرأ باللهجة المصرية؟ بجنن وأنا بقرأ باللهجة المصرية. تعليق من شموع نبيل: ربنا ينتقم من كل طبيب وممرض مش يراعي ربنا ولا ضميره. فكرتني بوالدي الله يرحمه، اتبهدل قوي في المستشفيات، اهمال وقلة نظافة ودبان وناموس، وكانوا بيرشوا بريسول في العناية المركزة وبياكلوا كشري. تعليق من رندا أحمد: هو ليه الاعتداء على أطباء المستشفيات الحكومية؟ ليه الناس ما تبقاش محترمة؟ دي إمكانيات المستشفى الحكومي والضغط على الدكاترة رهيب بسبب قلة الدكاترة والإمكانيات. هنا أيضا تعليق من مصر: مليون مرة أقول ربنا ما يحطنا تحت رحم الطبيب ولا عبد. محمد فؤاد مش قادر يتكلم، مريض بين عليه تعب لسانه تقيل وخايف على أخوه، لكن الدكتور فاكر أنه فوق الكل، أغلب الدكاترة فاكرين محدش يقدر عليهم وعليهم. تعليق من الدكتور محسن السيد: البلطجي الرأس بالإعدادية محمد فؤاد لا يعلم بالعقوبة التي تنتظره، أجهلاء في نعيم، قد تنتهي أو قد تنهي مستقبله للأبد ويقضي ما تبقى له من عمر خلف القضبان. دعونا ننتظر حكم القضاء بعد تكرار التعدي على الأطقم الطبية. شهدت الصين حادثة نادرة ومدهشة، حيث ظهرت سبع شموس في آن معا في سماء البلاد. هذه تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين ظاهرة بصرية نادرة، وهي ظهور سبع شموس في مقاطعة سيتشوان في الصين في ظاهرة بصرية غريبة ونادرة. هذه الظاهرة ناتجة عن انكسار وتشتت الضوء في الغلاف الجوي، وتحدث في الأجواء الباردة عندما تتواجد بلورات جليدية في الهواء، ما يؤدي إلى تشكيل صور متعددة للشمس. فعلا الشعب الصيني ما لحل، حتى الشمس سووا منها ست نسخ تقليد بالإضافة للنسخة الأصلية، الشمس الأصلية. تعرف هذه الظاهرة باسم الشمس الكاذبة أو باريهيليا، ولا تشكل أي خطر على البشر، وأكدت السلطات الصينية للسكان المحليين بعدم وجود أي داع للقلق. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى نسخة مرصعة بالذهب من القرآن الكريم لمسجد النبي عيسى الذي
تم تشييده مؤخرا في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية. ووصل بوتين إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قاديروف ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف. ثم قبل بوتين نسخة القرآن قبل أن يحتضنها ويلتقط صورا تذكارية له مع قاديروف ومفتي الشيشان في صورة أثارت الجدل فيما بعد. انت لو شمال ربوت اول يعني ها يدرس здесь написано وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Если вы целитесь, это значит, Всевышний Аллах вам помогает достичь цели. Начало Аллаху Мухаммаду. Мы сейчас смотрели как раз. Спасибо вам большое. Благодарим вас от всего чеченского народа, от мусульман. Вы будете. جدل كبير في العالمين العربي والإسلامي تفاعلاً مع احتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نسخة من القرآن الكريم كما شاهدنا وقيامه بتقبيلها في مشهد تسبب في انقسام حاد ما بين معارض بشدة وهو الفريق الذي يستشهد بآيات قرآنية لا يمسه إلا المطهر، في حين تفاعل البعض الآخر بإعجاب كبير مع تسامح الرئيس الروسي واحترامه للدين الإسلامي وملايين البشر الذين يعتنقونه حول العالم. هناك تعليقات نذهب إليها، نبدأ من سيف. ماذا قال سيف؟ يقول سيف: عندما تحترم الأديان يبقى القريب والغريب يحبك، هذه الأخلاق جعلت هذا الرجل عظيما. تعليق آخر من منصور: عاش عاش الرئيس المناضل بوتين، أحبك والله، والله هداكم وعافاكم كما أحببت القرآن ورد عنكم الكيد والمكر والخداع. تعليق من براين ستورمينج: الدين أصل الأخلاق، فعامل الناس بأخلاقك وليس بأخلاقهم، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. تعليق من حسين يقول: هذه الفقرة السليمة التي تجعل الإنسان يحترم كتاب الله، أين القائلين تقبيل المصحف شرب وتقبيل رأس البقرة للهندوس في معبدهم عمل عظيم وأصاب أجره مرتين. تعليق آخر من علي عادل: هذا الرجل يستحق الاحترام، ليس فقط لأنه يحترم ديننا الإسلامي وبقية الأديان، لأنه وقف بوجه الغرب وأمريكا وأظهر كذبهم ونفاقهم بدعوى حماية حقوق الإنسان. تعليق من كريم: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا الرجل غير طاهر، لماذا يقبل القرآن بهذه الطريقة؟ يجب منع ذلك وإفهامه أن هذا خطأ ولا يجوز عليه أن يحترم الأديان بطريقة أكثر أدباً. إذن بعد قصة تقبيل بوتين للقرآن الكريم وإثارته للجدل ما بين مؤيد ورافض طبعا، وصل بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لهذه الحلقة وهذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم غد في مشوار جديد آخر مع متداول. إلى اللقاء.